انا حبايب قلبي let's remember. بص يا حبايب بقى، احنا المرة اللي فاتت اخدنا there is و there are مع المفرد والجمع. قلنا there is يعني يوجد للمفرد، يعني مثلا اقول there is a camel، هنا بنحط full stop عشان دي جملة. there is a camel، يوجد جمل. طيب لو انا هعملها سؤال هقول is there a camel، هل يوجد جمل، يبقى دي اخرها question mark. خلي بالك عشان هسأل في ده دلوقتي اراجع عليه. لو عايز جمع بقى، عايز اقول يوجد جمال، يبقى اقول there are camels، there are camels، يبقى هنا نحط full stop علشان دي جملة. لكن لو هسأل هقول are there camels، are there camels، يبقى دي اخرها question mark. تعال بقى نسأل كده، ركز معايا. number 1 2 3 4، انا هختار من ايه؟ من there is او there are. Is there أو are there؟ أوكي. مثلا لارا في البداية، أنا عندي هنا an octopus و full stop و octopuses question octopuses و full stop an octopus question mark. يا لورا، number one يا لورا، there are بصي على الكلمة دي an octopus، مفرد ولا جمع؟ جمع. an octopus، احنا قلنا اللي معاه او ان يبقى مفرد على طول. احنا قلنا an octopus مفرد، يبقى هنقول ايه؟ there is ولا there were ولا are there. برافو، ايوه كده هنقول there is an octopus، there is an octopus علشان دي جمله وفيها مفرد. السلام عليكم. قولي يا ملك. يلا ملوكة. octopuses. octopuses there are. بس خلي بالك دي question mark يا ملك. are there. ايوه كده. octopuses جمع، يبقى نقول are there. طب ليه ما قلناش there are؟ لان دي question mark، السؤال بيبدأ ب are في الجمع. يا رهف. نعم يا مستر. octopuses. مستر لسه داخلة في الوقت. خلاص اوكي. يلا مازن. مازن الغمراوي. octopuses. are there. بص هنا octopuses جمع صح. تمام. بس هنا في ايه؟ full stop. يبقى ما ينفعش نبدأ ب are، نبدأ بإيه؟ there are. there are. there are octopuses. يا سيف. an octopus وبعدين question mark. is there octopus مفرد ولا جمع يا سيف؟ an octopus مفرد. تبقى is there. يبقى هنختار له يا إما there is يا إما is there. مين فيهم اللي هختارها المرة دي؟ Is there، علشان ده سؤال. yes good job. انا هشرحها تاني عشان واضح ان في ناس لسه متلخبطة شوية. يا شباب انا لو عندي tree شجرة، مفردة tree شجرة، عايز اقول لقيت قدامي كده a tree وقدامها full stop، a tree وقدامها question mark، هنقول ايه هنا وهنقول ايه هنا؟ لما يكون
هنا فول ستوب وده مفرد يبقى هنقول there is. You got sugar. There is a tree. لكن لما يكون هنا في question mark يبقى هنا نقول is there. هل يوجد شجر؟ مثلا عندي book كتاب وبعدين مرة في question mark ومرة في full stop وقال لي هنا a book وهنا a book يبقى هنعمل ايه هنا؟ قلنا طالما في question mark هبص هنا كده ده مفرد is there, is there. بص هنا stop وده مفرد يبقى there is there is Okay. تعال نعملها في الجمع هعمل هنا trees okay وهعمل هنا box okay هنا بيقول لي trees وحط full stop وهنا قال لي trees وحط question mark هنا قال لي box وحط فول ستوب هنا قال لي بوكس وحط كويستشن مارك بعدها هنا نعملها بقى على هنا بصينا كده لقينا هنا في فول ستوب ودي جمع يبقى هنا هنا لقيت كويستشن مارك ودي جمع يبقى هنا نقول are there trees Are there trees? هنا بصيت عليها لقيتها full stop جملة وهنا box جمع. بقول ايه؟ There are box. طب هنا في question mark ودي جمع. Are there box? Are there box? وفي كتابنا كان في exercise يلا نشوفه كده مع بعض اهو. لما نيجي هنا نحل ده. A train مفرد وفي هنا question mark يبقى هنا نقول ايه جاوبي انا is there a train to Manchester طب هنا a new disco احنا قلنا طالما في a يبقى مفرد وهنا في full stop يبقى نقول ايه there is a new disco near the college هنا a good a يبقى مفرد و question mark يبقى ايه is there هنا two hospitals يبقى جمع وهنا full stop there are هنا a lot of children دول جمع بقى a lot of children يعني اطفال كتير وهنا mark Are there? هنا three families جمع full stop. There are. A television with question mark. Is there? In the television. A big gray cloud. سحابة. و full stop. There is. Okay. ده الدرس اللي فات اللي احنا اخذناه. النهاردة هناخد ايه بقى? مستر مش هو ده الواجب? مش هو ده كانت صفحة من الواجب? ايوه حبيبتي ما انا براجعه معاك. عشان في ناس كانوا غلطانين فانا براجعه معاك. تعالوا بقى ناخد بتاع النهاردة. بص حبيب قلبي. الجملة بتاعتي في الانجليش بتبدأ بحاجة اسمها subject اللي هو الفاعل ايه هو subject الفاعل ده الفاعل في الانجليش واحد من تسع حاجات ايه التسع حاجات دول seven pronouns سبعة ضمائر seven pronouns و two nouns واثنين أسماء يلا نقول تاني
ايه هو الفاعل subject؟ واحد من تسع حاجات، 7 pronouns و 2 nouns، 7 ضمائر اسمهم ضمائر الفاعل و 2 nouns. ايه التو nouns؟ الاثنين الاسماء دول، singular noun الاسم المفرد singular noun، وplural noun الاسم الجمع. طب نركن السنجلر والبلورال المفرد والجمع دول، وتعالى نشوف السبع ضمائر بتوع الفاعل دول اللي بنبدأ بيهم الجملة. I، أنا، we، نحن، you، أنت، they، هم، he، هو، she، هي، it، هو أو هي لغير العاقل. يبقى السبع ضمائر بتوع الفاعل دول I, we, you, they, he, she, it. I, we, you, they, he, she, it. يبقى أول حاجة في الجملة بتاعتي بتبقى إيه؟ زي ما قلنا subject الفاعل. طب بيجي بعده إيه بقى؟ verb، بيجي بعده فعل، وبعدين بعد الverb object مفعول. تعالى كده نشوف جمل. I play tennis. I play tennis. I فاعل subject. Play verb فعل. Tennis object مفعول. تعالى ناخد كمان جملة. She cleans the house. She cleans the house. هي تنظف المنزل. يلا نشوف كده. She subject فاعل. Cleans verb فعل. The house object مفعول. يبقى ترتيب الجمل بتاعتي ايه؟ فاعل فعل مفعول. فاعل فعل مفعول. Subject verb object. Subject verb object. تعال اعرفك بقى على الحاجتين المهمين بتوع النهاردة. هناخد ضمائر الفاعل وقصادهم ضمائر المفعول. ضمائر الفاعل I, we, you, they, he, she, it. كل ضمير فاعل أخوه ضمير المفعول بتاعه. يلا بينا نقولهم ونعرفهم كويس بقى. I ضمير الفاعل بتاعه اسمه me. We us. You you. They them. He, him. She, her. بص بقولها ازاي؟ her. اعمل كده. her. her. it. it. يلا بينا يا شباب. I ضمير المفعول بتاعه مين؟ me. we. us. you. you. they. them. he. him. She, her. It, it. يعني ايه الكلام ده وبستخدمه ازاي في الجملة؟ اهو انا بقول لك I need help. I need help. انا محتاج مساعدة. يبقى please help. ايه؟ هنشوف دلوقتي. He needs help. هو محتاج مساعدة. يبقى please help مين؟ هنشوف دلوقتي. She needs help. هي محتاجة مساعدة. Please help مين؟ It needs help. Please
help mean we need help. Please help mean they need help. Please help mean. يلا نشوف كده. احنا قلنا من شوية ضمائر الفاعل ليها اخواتها ضمائر المفعول. مين اللي قدامي فاعل هنا؟ I. ضمير المفعول بتاعه me. يبقى I need help. Please help me. انا محتاج مساعدة من فضلك ساعدني. He. ضمير الفاعل هنا he. He needs help. يبقى please help him. من فضلك ساعده. She needs help. هي محتاجة مساعدة. She. ضمير المفعول بتاعها اسمه her. Her. Please help her. It needs help. ضمير المفعول بتاع it اسمه it. زيها. We need help. We هنا الفاعل. فين المفعول بتاعه؟ us. Please help us. Please help us. طب they. ضمير المفعول بتاعه اسمه them. اسمه them. خلي بالك بقى معايا. ضمير الفاعل لازم يجي بعده فعل. الفاعل بيجي بعده ايه؟ فعل. لكن ضمير المفعول بيجي قبله فعل. يبقى لازم ناخد بالنا من الفرق ده. ضمير الفاعل بيجي بعده فعل، لكن ضمير المفعول بيجي قبله فعل. تعال بقى نشوف الكلام ده في كتابنا هنحل عليه ازاي. بص يا صديقي، طبعا الجدول ده انت هتحفظه، اللي هو اللي قدامي ده. I ضمير المفعول بتاعها me. You she her he him it we us they them. دول نحفظه. اوكي طيب نروح للأسئلة بتاعتهم. هنلاقي هنا بيقول ايه؟ Can you help we ولا can you help us؟ هو مختار us ضمير المفعول. ليه؟ عشان قبله فعل. احنا قلنا طالما في فعل يبقى بنجيب بعده ضمير المفعول، ما ينفعش ضمير الفعل. طب بص كده، لما بدأنا الجملة هنا هنبدأ بوي ولا us؟ بدأنا بوي. ليه؟ لأن بعدها فعل، اللي بعده فعل يبقى ضمير فاعل. طب هنا how did you teach he ولا how did you teach him؟ teach فعل يعلم، يبقى بعده فاعل ولا مفعول؟ مفعول. يبقى how did you teach him؟ ازاي علمته يقرأ؟ I ولا me نبدأ بها الجملة؟ في رايت يكتب، قلنا الفاعل I هو ده اللي يجي بعده فعل. I write to she ولا I write to her؟ write فعل، يبقى يجي بعده مين؟ مفعول اللي هو her. I write to her. أنا بكتب لها once a month، مرة في الشهر. في number four I ولا me اللي هنبدأ بها الجملة؟ كتبناه. دي نمبر 5 بقى. هي ولا هم نبدأ بها الجملة؟ هي، لأن بعدها فعل، الفاعل بعده فعل. هي loved she ولا هي loved her؟ her، لأن قبلها فعل. but she ولا her didn't love. بص هنا في فعل، طالما في فعل نجيب الفاعل قبله she. but she didn't love him. جبنا him المفعول ليه؟ لان في قبلها فعل.
انت هتعمل من اول 6 ل 10 في الهوم ورك وتوريهم لي. هنا برضو بيقول لي كمل بالضمائر اللي قدامك دي. السؤال التاني مطلوب فيه ايه؟ تحط مي او يو او هير او هيم او ات او اس او ذم. هنا بيقول ايه؟ Those shoes are really nice. I'd like to buy them. Shoes دول جمع. يبقى كأنهم they. They الضمير بتاعها them. طب هنا. Did you see Jonathan? Jonathan ده اسم ولد. يعني he. ضمير المفعول بتاعه he اسمه him. I can't do this homework. I ضمير المفعول بتاعها اسمه me. I asked you ضمير المفعول بتاعها ايه؟ you. I asked you a question. انا سألتك سؤال. But you didn't answer me. بس انت ما جاوبتنيش انا. We are not ready. احنا مش جاهزين. We ضمير المفعول بتاعها us. Please give us some more time. من فضلك ادينا وقت. She speaks very quickly. She يبقى هنا her. لما تحفظ الجدول هتعرفها كويس. نعم. انا مش فاهم القطعة دي. يا دي مش قطعة يا حبيبي. مش فاهم القطعة. بص يا حبيبي، هو احنا هنا عندنا دول هنختار منهم نحطهم في النقط. اوكي شايف دول؟ شايفين دول؟ مين اللي كان بيتكلم؟ علاء. بص يا علاء، دول هنكمل بيهم النقط اللي قدامنا دي يا علاء. اوكي لما احفظ المربع اللي فوق ده. المربع ده لما احفظه اي الضمير بتاعها مي، you you she her. بنطبق الكلام ده هنا. يعني مثلا هنا كده she ضمير المفعول لسه واخدينه في المربع هناك اسمه her. اوكي her. طيب okay. Jill دي اسم بنت، يعني كأنها she. يبقى هنا her. She الضمير بتاعها her. طيب my parents بابايا ومامتي دول جمع كأنهم they. في رقم 8 they الضمير بتاعها them. لما احفظ المربع هعرف احل على طول دول. رقم 8 I'm sorry about your birthday. birthday ده غير عاقل، يبقى it الضمير بتاعه it. They are not married now. نعم فهمت خلاص ماشي. هنا بيقول they are not married now، هما مش متجوزين دلوقتي. She left him يعني هي سابته a year ago منذ سنة. Where is your passport؟ فين الباسبور بتاعك؟ I don't know. الباسبورت ده غير عاقل، يبقى it. هنا نحط it. My mother writes to me every week. ماما بتكتب لي كل أسبوع. ماما دي my mother يعني she. يبقى الضمير بتاع she خدناه كذا مرة اللي هو ايه؟ بتاعها him. Her. Were you at the meeting last night? You الضمير بتاعها ايه؟ You. We you. Want to help you. We الضمير بتاعها ايه؟ We us. يبقى احنا كده عرفنا نقول لهم ان انا بس كل اللي مطلوب مني ان انا احفظ الجدول وانا هعرف احل على صفات على ضمائر المفعول. هنيجي لجزء تاني مهم جدا جدا جدا، فتح وصحصح معايا فيه بقى. هناخد حاجة اسمها adjective. حاجة اسمها ايه؟
adjective. Adjective. Adjective يعني صفة. Adjective يعني إيه؟ صفة. إيه الصفة دي؟ دورها إيه الصفة دي؟ The adjective is a word that describes a noun. يعني إيه اللي أنا كاتبه ده؟ يعني الصفة دي كلمة بنوصف بيها الاسم. الصفة كلمة بنوصف بيها الاسم. الصفة كلمة بنوصف بيها الاسم. زي ايه يعني يا مستر؟ tall طويل. الأبوزيت بتاعها عكسها ايه؟ short قصير. fat سمين تخين. الأبوزيت بتاعها thin نحيف. strong قوي. strong عكسها weak ضعيف. happy سعيد. الopposite sad حزين. dangerous خطير. dangerous. الopposite safe يعني آمن. اوكي دي كلها صفات. طيب انا عايز اعلمك تعمل جمل بالصفة عشان نكون جمل بسهولة. شوف يا سيدي يا جميل انت، انا عايز اعمل عن نفسي انا جمل اهو. هقول I'm happy. انا سعيد. I'm tall. انا طويل. I'm short. انا قصير. I'm strong. انا قوي. يبقى عرفت اعمل انا عن نفسي جمل، بقول ام وبعدين الصف. طيب انا عايز اوصف الشجرة دي. بص معايا بقى عشان اللي جاي ده مهم قوي، اهم حاجة. عايز اوصف الشجرة دي انها طويلة، وعايز اوصفها بجملتين مش جملة واحدة. بص يا صديقي هقول ايه؟ هقول the tree is tall. the tree is tall. حلو قوي. the tree دي مفرد غير عاقل. اروح في الجملة التانية حاطط مكانها it's. a وبعدين اجيب الصفة الاول. it's a tall tree. يبقى انا عملت جملتين. The tree is tall يعني الشجرة طويل. It's a tall tree يعني إنها شجرة طويل. حلوة أو طيب. هقول هرسم مثلا أسد. أوكي. وأقول إن الأسد ده قوي. أوكي. عايز أعمل جمل، جملتين اتنين اقول فيهم ان الاسد قوي. يبقى هقول the lion is strong. strong. the lion is the lion is strong. وهعمل الجملة التانية ازاي؟ قلنا lion ده غير عاقل، نحط مكانه it's. it's a strong lion. الصفة تيجي الاول. It's a strong line. طيب تعال بقى هقول لك على جمل اكتر عشان افهمها لك وتعمل بيها الاسئلة. بص هنا هجيب لك كلمتين اتنين وتعمل منهم جمل. rooms small. rooms يعني غرف، وsmall يعني صغيرة. اوكي ناخد بالنا بقى. عايز اوصف الغرف انها صغيرة، يبقى هقول كده the rooms. مفرد ولا جمع دول؟ جمع. يبقى نحط are مش is. the rooms are small. طيب عايز الجملة التانية. the rooms دي جمع مش مفرد زي المرة اللي فات، هنبدلها ب they are. they are small rooms.
طب افرض كانت روم واحدة وسمال، يلا نعملها بالمفرد بقى، هروح قال كده the room is small. طيب عايز الجملة التانية، the room مفرد يبقى احط مكانها it's عشان غير عاقل، و it's a small room، it's a small room. حلو قوي. هاخد كمان أمثلة قبل ما أبدأ أسأل. happy child يعني طفل سعيد، و happy children. تعالى كده نشرحها مع بعض، يلا بينا. هنا عايز اقول ان الطفل سعيد، يبقى اقول the child is happy. طب the child ده عاقل، يبقى نقول he is a happy child. he is a happy child، هو طفل سعيد. طب يلا نعملها على الجمع، هنقول الأطفال سعداء، the children are، عشان جمع، the children are happy. هنبدلهم بإيه في الجمع؟ they are happy children، they are happy children. يلا نعمل كمان واحدة وبعدين نسأل بقى. dirty restaurant، كلمة dirty يعني قذر متسخ، dirty، و restaurant مطعم. طب عايزين نقول ان المطعم قذر، يبقى هنقول the restaurant is dirty، the restaurant is dirty. وهنشيل في الجملة التانية the restaurant مفرد غير عاقل، نحط مكانه it's، تبقى it's a dirty restaurant، it's a dirty restaurant. مين بقى اللي هيعمل لي heavy box؟ قول يا حبيب. heavy box يعني كتب ثقيلة، heavy box. قول يا عمار شكل اسمي، يلا عمار. The box is heavy. The box مفرد ولا جمع يا عمار؟ The box جمع. تاخد is ولا are؟ are. الجمع ياخد are، يبقى نقول the box are heavy، يعني الكتب تقيلة. حلوة قوي دي الجملة الأولى. طب احنا قلنا الجمع بنبدله it's ولا they are؟ they are. اهو يبقى نقول they are ايه بقى؟ they are heavy box. heavy ولا heavy box؟ heavy box. ايوه heavy box، الصفة اللي تيجي الاول they are heavy box، يبقى دي box و heavy. طب مين اللي هيعمل اللي بعديها؟ cold house، منزل بارد، cold house. مين هيقول؟ تفضل يا أنس. It's a cold house. الأولى كده نقول المنزل بارد، نقول إزاي؟ The house is cold. برافو يا أنس، the house is cold. في الجملة الثانية It's a cold house. فنان يا أنس، It's a cold house. أنس عمل لي جملتين بتوع cold house، قال لي the house is cold، the house is cold. وبعدين هنا قال لي It's a cold house. Okay, good job. مين هيعمل اللي بعديها؟ يلا رهف 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 إبراهيم، رهف إبراهيم.
quiet يعني هادئ. Village يعني قرية. Quiet يعني هادئ. Village يعني قرية. عايزين نقول يا رب القرية هادئة. نقول إزاي؟ The village. The village is quiet. Quiet. فنانة. Bravo. The village is quiet. طب عايزين نعمل الجملة التانية. The village دي نشيلها ونحط مين؟ It. It's a... It is a quiet village. الله عليك يا أحلى رهف في الدنيا. It's a quiet village. It's a quiet village. إنها قرية هادئة. يبقى the village is quiet. It's a quiet village. Okay. مين اللي هيعمل لي not cheap clothes؟ طيب هنا اتفضلي يا علاء. Not cheap clothes. تعالوا نعرف المعاني الأول. Cheap السلام عليكم. رخيص، ثمنه رخيص. وclothes يعني ملابس. بص بننطقها ازاي. Clothes مش clothes، اسمها ايه؟ Clothes. Clothes انطقها كده. Clothes. حلو قوي. انا عندي cheap وclothes. يلا بينا نقول ان الملابس رخيصة الاول كده. سيبك من not the clothes. عايز اقول ان الملابس رخيصة. is the clothes جمع الملابس. clothes ما ينفعش. is are cheap. the clothes are cheap. طب the clothes دي جمع نشيلها ونحط مين؟ they are لا نعكس cheap clothes. الصفة اللي cheap clothes. طب هو دلوقتي حاطط لي في السؤال not، يبقى أنا هحط له not دي بعد are. هقول له the clothes are not cheap يعني الملابس مش رخيصة. The clothes are not cheap. وهنا هنقول they are ونحط not، يبقى they aren't cheap clothes. They aren't cheap clothes. يبقى دي اللي احنا هنحلها. هيتبقى لي واحدة اللي هي لا اتنين. pretty garden. انت زي كده pretty. كلمة يعني جميل. pretty يعني جميل. عكسها ugly يعني قبيح. pretty او beautiful يعني جميل. عكسها ugly يعني قبيح. يلا بينا نشوف عندنا pretty garden. pretty garden حديقة جميلة. رانا قولي يا رانا. The garden. ايوه كده. The garden مفرد ولا جمع؟ The garden مفرد. يبقى garden. The garden is pretty. الحديقة جميلة. The garden is pretty. نشيل the garden دي ونحط ايه؟ It's a pretty garden. Pretty garden. It's a pretty garden. إنها حديقة جميلة. It's a pretty garden. آخر حاجة difficult language يعني لغة صعبة. difficult language يعني صعب ولanguage يعني لغة. عايزين نقول إنها اللغة صعبة وإنها لغة صعبة. أقول يا مازن غمرو. The language is difficult. اللغة صعبة.
The language is difficult. وبعدين هشيل the language وأحط it's. It's a difficult language. Bravo, amazing. It's a difficult language. It's a difficult language. دول يا شباب هوم ورك عليا هشوفهم وانت كاتبهم بطريقتك بقى وهنبقى واقفين عند بيج 55 في الهوم ورك ودلوقتي هنروح نقرا في الفونكس صفحتين كده هنقراهم في الفونكس يا شباب خدنا لونج اي اوكي في اللونج فاولز خدنا لونج اي وقلنا امتى بنطق لونج اي وبنطقها ازاي لو كانت الكلمة فيها AI بنطق كده rain انت زي rain train train بص التي والار train mail mail wait sail main كمان AY تخليني انطق A day Hey, stay, play, may. E-I تخليني برضو أنطق long A. أقول كده eight, eight. هنا شباب عندي cake, cake, bake, lake. بص الأول lake. Snake, name, game, face. دول هتقرأهم لي في الهومورك ومعاهم اللونج اي. امتى بنطق لونج اي؟ لو كان الكلمة فيها دبل اي زي كده. Feed, seed, read. بص بنطق الار ازاي. Read, read, weed. Peel. بص الـ L. Peel. Peel. Feel. Feel. See. Be. Green. بص الـ G والـ R. بص بقى اعمل ازاي. Green. 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 Real. يلا انت ازاي. قول يا ملك معاي. Real. Real. Dear. Dear. Feet. Feet. Freed. Freed. كده يا ملك بصي. Freed. Freed. Breed. ايوه. Bleed. Bleed. الله جميلة القلب بتاعتك. Need. Need. Meet. Meat. Speed. Speed. Sheep. Sheep. عندي EA تخليني انطق كده. E long E. Eagle. Eagle. اعمل الأول زي يلا. Eagle. Eagle. East. East. Ear. Ear. Seal. Seal. Meat. Meat. Seat. Seat. Beat. Beat. Leaf. Leaf. Near. Near. Read. Read. See. See. Speak. Speak. Steal. Steal. Heal. Heal. Seat. Seat. Tea. Tea. He. He. She. She. We. We. Me. Me. Be. Be. Here. Here. Delete. Delete. Come on, Mara. Delete. Delete. Complete. Complete.
برافو مازن. complete اخر حاجه هاخدها النهارده اللونج اي هننطق كده tie يلا قولي معايا night, sight, might, night, right, fight, sky, cry, اعمل بقى كده cry, fly, why, shy, my, bike, like, kite, five, nine, time. يبقى انت هتقرا لي من اول صفحه من بيج او من اول اللونج فاولز 15 16 17 من 15 ل 17 اوكي، وهتحل اللي احنا حليناه النهارده لحد الادجكتيفز وكده. Our session has come to the end and when we finish we always say goodbye.